عليكم اقهر الانتقام. ولما بقول اقهر الانتقام بتصور انه اسد كبير وفي ايدك انك تديه ينتصر عليك ويغلبك ويفترسك او انك تنتصر عليه. قال الكتاب في رومية 12: لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب، لانه مكتوب: لي النقمة انا اجازي يقول الرب. مشكلة الانتقام لما بنتقم لنفسي بضيع الفرصة عليا ان الله ينتقم ليا، وبحرم نفسي من الحب، وبكون في الوضع اللي قال عليه أيوب: يا من تفترس نفسك في غيظك. من أروع الأمثلة الجميلة لشخص انتصر على الانتقام كان يوسف. يوسف لما لفت السنين وربنا رفعه في مصر وصار ثاني في المملكة بعد فرعون، لفت الأيام وجوم إخواته حاسين بالجوع وقفوا قدام يوسف، كان في إيده أنه ينتقم منهم بسبب كل اللي عملوه، لكن كان يوسف جميل وحلو، قال لهم: أنتم قصدتم بي شرا، أما الله فقصد به، أي قصد بالشر خيرا. كأنه عاوز يقول لهم: أنا بشكركم لأجل كل حاجة وحشة أنتم عملتوها، لكن قبل ما بشكركم أنا بشكر إلهي اللي شفاني من الرغبة في التشفي والانتقام، وبشكر إلهي من كل قلبي إن حول المرارة اللي في حياتي الحلاوة، وأنا برحب بيكم النهاردة وبديكم احتياجاتكم. أحبائي، خسارة وقتك الثمين، يضيع أيام أسابيع وسنين وإنت مستني عشان يسقط عدوك. قال الكتاب: الفرحان ببلية لا يتبرأ، ولا تفرح بسقوط عدوك، لا تفرح بسقوط عدوك، بل بالعكس. قال المسيح في الموعظة على الجبل: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. سامحوني على الكلمة اللي هقولها، مرات كتيرة بنقعد نحكي مشاكلنا قدام الناس عشان نستجدي أو نشحت منهم العطف. أرجوك أرجوك اوعى تتصور الناس هتفضل طول عمرها تهتم بمشاكلك وبظروفك وبضيقاتك وألامك، يمكن يهتموا بشوية وقت بس بعد شوية يمكن يسيبوك من غير إنسان، لكن زي ما عملوا مع المفلوج اللي ليه 38 سنة وتقعد تقول الظروف حصلت وعاوز تنتقم. أرجوك ما تضيعش وقتك في هذا، لكن كمان أطلب من الله اللي يديك الغفران. إذا كنت أنت محتاج أن الله يغفر لك، من فضلك اغفر للآخرين، بل بالعكس إن جاع عدوك اطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تضع جمر نار على رأسه. واصل حياتك، اليومين قليلين، بلاش تقعد تدور كيف تأخذ بالثأر، ورد الفعل هيكون برضو يتناسب مع الفعل اللي انت هتعمله. ويمكن لو انتقمت لنفسك هتكون النتيجة ان الناس هتسيب الغلطة الأولانية وتمسك في الغلطة اللي انت عملتها انتقاما انتقاما لنفسك. وكل ما تتفتح عينيك ان في قلب كبير ممكن يحتويك ويحوي الآخرين، تمسك المرارة اللي في حياتك من مشاكل الناس وإزاءات الناس ليك وترميها في بحر محبة المسيح، وتاخد أخوك في حضنك وتنسى اللي فات، وتوقف الفرصة على الشيطان وتضيع الفرصة على الشيطان أن ينتقم منك. ما أروع ما عمله داود لما شاف شاول تحت رجليه نايم، وكانت الفرصة الحقيقية أنه يضربه ضربة واحدة، برغم أنه شاول كان بيأذي داود بكل الوسائل والطرق، لكن قال: حاش لي، كيف أمد يدي إلى مسيح الرب. أحبائي، لا نطلب الإزاء للآخرين لمن آذونا، لكن نطلب السلام ليهم والبركة والغفران. ولما نطلب الغفران أبوك وأبوي السماوي يغفر لنا ونعيش في سلام. أرجوك أرجوك ارفض الانتقام، اقهر الانتقام، ولا تفترس نفسك في غيظك. آمين.